الله الرحمن الرحيم. على ميعادنا مع الفيديو الأخير في دورة المبتدئين والضعاف. هنشرح النهاردة من اليو للزد، من اليو للزد. برضو أحب ألفت انتباهكم لأن الفيديو القادم إن شاء الله هنستهدف به كل متعلم للغة الإنجليزية، مش بس ضعيف ومش بس مبتدئ، كل متعلم للغة الإنجليزية. هنتعلم فيه قراءة أغلب الكلمات، وهنعلق طبعا على أشياء كثيرة كنا احنا سايبينها لما نضع أساس للدورة بتاعتنا، الدورة القادمة إن شاء الله للمحترفين والمبتدئين معاهم. هنبدأ النهاردة بحرف اليو. ده حرف اليو، أول نطق ليه آ، أول نطق ليه آ. يو اسمه، يو نطقه آ. مثال عليه أمبريلا، أمبريلا، أمبريلا يعني شمسية، أمبريلا يعني شمسية. أندر، أندر كلمة تانية هي أندر. الحرف اللي بعده في، في اسمه في، نطقه ف مش ف، مش ف، ف اللي هي زي كلمة فيلا بالعربي. نشوف مثال، فيت، فيت، فيت يعني طبيب بيطري، فيت يعني طبيب بيطري. حاول تقرأ انت بقى الكلمة دي، في اي ان، في اي ان. ها اسمعها، ما شاء الله. فان، فان، فان عربية شاحنة. اكسلنت. الحرف اللي بعده دبليو، دبليو اسمه دبليو، نطقه و و و زي الواو، نفس مخارج حروف الواو. نسمع الكلمة وينج، وينج، وينج يعني جناح، وينج يعني جناح. مثال تاني تقراها انت، W I G، W I G، ويج، ويج، ويج يعني باروكة. الحرف اللي بعده اكس، اكس اسمه اكس ونطقه اكس. نشوف مثال بوكس، بوكس، بوكس يعني صندوق او كرتونة. الدور عليك، F O X، فوكس، فوكس، فوكس يعني ثعلب، فوكس يعني ثعلب. حرف التالي Y، Y بيتنطق يا، بيتنطق يا. شوف مثال، يس، يس، يس يعني نعم. حاول انت تقرا دي، ها، واي اي ار دي،
في الفيديو الجاي إن شاء الله هنبين إن الـ A وراها R بتتنطق A، فالنطق الصح بقى يبقى إيه؟ يارد، يارد. حاول تقرأ أنت. يارد يعني حظيرة، يارد يعني حظيرة. خد كمان كلمة ليك سهلة، ها، واي او، واي او، حاول تنطق، ها، سهلة جدا فعلا. يو 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 اليو يو، لعبة اليو يو. الحرف الأخير زد، زد يتناطق ز، ز زي كلمة زو، زو زو يعني حديقة حيوان. مثال ليك، زد اي ار او، زد اي ار او، زيرو، زيرو يعني صفر. تم بحمد الله شرح الحروف من الاي للزد للمبتدئين، وهنشرح حروف تاني ان شاء الله وتعليق بقى على الحروف المتحركة والحروف الساكنة في الفيديوهات الجاية في دورة المحترفين. وعلى فكرة انتوا كده بقيتوا محترفين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.